غنبغي نوريكم واحد الحاجه زوينه كنستمد منها القوه ديالي انا شخصيا كل صباح وكل ليل غتشوفوها في ستوري هاد الجايين كنموت عليكم. الو غادي نتكلم لكم على الحاجه ومن الاساسيات ديال الحياه اللي انا شخصيا تطلع لي المورال. واحد من لي برودوي اللي انا دابا تقريبا شهر تنجربها زوينه لابو اوكي اللي هي تاليا. هاد لو برودوي ديال تاليا اول حاجه غنقول لكم انه مصادق عليه اوكي. وهاد لو برودوي مديور في لابوراتوار. حاجه اللي غادي البنات نقولها لكم اتونسيون تحققوا دائما اشنو كديروا لوجهكم واشنو تديروا شعركم. راه كاين لي برودوي اللي تصيبوها في الكراجات وانتم تتبقاو وتشوفوا داك الثمن رخيص وكتمشيو وتخرجوا على لابو ديالكم ديال البشره ديالكم ديال الوجه وزائد انكم الشعر ديالكم تتخرجوا عليه. هاد البرودوي اللي انا جايبه لكم اليوم مصادق عليه زائد انهم ديور في لابوراتوار وكله بيو يعني عمرو ما يضرك. انا متاكده شوفوا عارفكم تثقوا فيا وبما انكم تثقوا فيا دائما تجرب الحاجه على راسي عاده باش تنوريها لكم باش تكون المصداقيه لانها اساس اي واحد في الدنيا. دونك برودوي ديال تاليا كيتكون من ثلاثه ديال المنتوجات. اول حاجه كيتكون من هذا البرودوي ديال النهار واللي هو كريم نهار وفي نفس الوقت الاكرون توتال ديال الشمس وكاين الكريم ديال الليل وكاين هاد لو برودوي اللي هو زيت ديال انتي شوت ديال تساقط الشعر ضد تساقط الشعر شي حاجه اللي توب وغادي نتكلم لكم على كل برودوي بوحدو في ستوريات جايين بقاو معايا. مسرع البنات انني نقول لكم تفيقوا في الصباح مورال ديالكم عالي وتكوني مشرقه وجميله والشعر ديالك هكا تيدير ولابو ديالك هكا تدير وتا شي حاجه ما تستحق انك تكوني طالع لك الدم حزينه الى غير ذلك. دائما الابتسامه تكون على الوجه ديالك وقد ما اهتميتوا بالاطلاله ديالكم كتكوني امراه قويه جميله كتحدي بزاف ديال الحوايج. دونك لو برودوي تاليا كما قلت لكم اول حاجه الاثمنه ديالهم في متناولكم عرفتوا شحال رخيص وشحال زوين زائد انه التوصيل بالمجان في ما كنتي في داركم في المغرب يوصلك حتى لباب الدار. انا غادي نقول لكم لي برودوي غنقول لكم لي بري غنخليهم مفاجاه احسن لخر باش تصدموا. الو عندكم برادا وكلاسي محيحين مضاربين. الوغ غادي نتكلم لكم على هاد لي برودوي. اول حاجه غادي نبدا بكريم الليل. كريم الليل هو هذا رائع جدا. اول حاجه تديريها تغسلي الوجه ديالك بالغاسول اللي نتي موالفه تتغسلي به. ثاني حاجه تديري هاد ليكرون مسرع البنات انني نقول لكم تفيقوا في الصباح مورال ديالكم عالي وتكوني مشرقه وجميله والشعر ديالك هكا تيديروا ولا ابتسامه تكون على الشعر رخيص وشحال زوين يوصلك حتى لباب الدار زائد الجوده تاعك. ديري داك تقريبا من هاد الكريم اعتقد زائد البخي ديالو اللي غنخلي لك هنا. دونك هذا تعرضوا وجهكم وخرجتوا للشمس هذوك لي طاش غادي يرجعوا. دونك تفاديا لهذا الشيء تديري الكريم ديال الليل وكتعاودي ديري كريم دو جور اللي هو هذا وكيدار حتى في لي سيرن ما كيدارش نهائيا كديري في الوجه ديالك كامل فيه اكرون توتال كتحمل لكم الوجه ديالكم باش دوك لي طاش تتحيدوا تيحمي يعني هذا تيحمي الوجه ديالكم وتيحيد التجاعيد لان الشمس هي اللي كتخلي الوجه ديالكم يعمر بالتجاعيد وكتبدا تبان لابو كبيره كتباني كبيره فوق لاش ديالك رغم انك انت باقا صغيره. دونك هذا كيعالج لكم البشره ديالكم كيعطيها واحد الاشراقه كيحيد لي طاش وكيحمي الوجه ديالكم من التجاعيد ومن اشعه الشمس يعني كيداروا كل نهار بجوج بهم كترجعوا في الليل عاوتاني كدواء مثال دقيقه واحده ما غتفرقش من الحياه ديالكم غتخلي البشره ديالكم هكا تدير البنات. دونك كترجعوا في الليل كتغسلوا الوجه ديالكم عاوتاني بالغسول وكتعاودوا ديروا الكريم ديال الليل غادي تتبعوا هذا الشهر البنات وغتشوفوا فريمون الفرق اللي غادي يحدث في الوجه ديالكم. الان غادي ننتقل لكم لواحد الحاجه اللي غزاله بزاف اللي هو الزيت. الوغ
هاد لو برودوي هذا او الزويته اللي كتمنع التساقط ديال الشعر ديالكم وفريمون الخلفه كتبدا تنبت لكم في الشهر الاولاني من الاستعمال ديالو. البنات كديروه جوج المرات في الاسبوع من بعد الشاور ديالكم، كتاخذوا الشاور ديالكم كتغسلوا تكون الفروه نقيه باش يتغلغل فيها هاد الزيت، كديروها في الخلفه ديالكم او في المناطق اللي بغيتوا انه يكبر فيهم الشعر ويطول، وكيتمنع فريمون الجذور تيوليو على اساس وتيتمنع التساقط من الشعر، ما تيبقاش تساقط لكم في ظرف الشهر. البنات الا ما شفتوش شعركم بدا سيكثر، انا تنانسيستي لكم على هاد لاكام لانها رائعه، كتعالجي الوجه ديالك والشعر ديالك في نفس الوقت. في الشهر كتشوفي لابو ديالك ديال الوجه بدا تتغير، وكتشوفي الشعر ديالك بدا تيخلف، الخلفه ديالك تتنوض في الشهر الا استمريتي بطريقه صحيحه. البنات هادشي اللي قلت لكم طبقوه، وإلا ما طولش لكم داك الشعر ولابو تبدلات قولوا باطمة راه تكذب علينا. فريمون من الشهر الاولاني تتبدا تخلف لكم الخلفه في الشعر ديالكم، وتيتمنع التساقط، كتشوفي الشعر ديالك ما بقاش يتساقط كما كان مع هاد الزويته الغزاله اللي تديروها جوج المرات في الاسبوع في الشعر ديالكم كامل تتخليوها، و يعني زوينه ما تتاذيكمش، يعني تخليوها في الشعر ديالكم ما تتضررش نهائيا. هاد لاكان هادي غزاله بزاف بزاف، ودابا غادي نقول لكم شحال الثمن ديالهم. الوغ البنات بالنسبه كما حنايا كل نهار تنتغداو باش نتقواو، حتى البشره ديالنا كتحتاج اننا انها تتغدى باش تقواو وتكون احسن واحسن. البنات واخا تشوفوا الغيوم في السماء ضروري ديروا ليكرون ديالكم، ضروري ضروري، واخا تكونوا كنشوفوا الغيوم كنقول صافي ما كاينش الشمس ما نديروهاش، لا ضروري ديروها. انا كانوا فيا واحد الحبيبات من كثره الميكاب، هاد الايام درت الميكاب بزاف، خرجوا لي واحد الحبيبات صغيورين خطير عندهم وغزاله بزاف بزاف، زائد الشعر كتعتنيو بشعركم حتى هو خاصو يتغدى كل نهار او جوج المرات في السيمانه على الاقل باش كيمنع التساقط، وكتبدا تخلف لكم خلفه زوينه بزاف بزاف. دابا غتدخلوا معايا الموقع، انا درت لكم كاع لي ستوري، مي غتدخلوا معايا دابا الموقع باش غتشوفوا لي بري وديسكاونت 50% فرصه لا تعوض، ما غيبقاش بزاف الديسكاونت، كنبغيكم تستافدوا منه المتابعات ديالي الزوينات وبالصحه والراحه. دونك شوفوا في لو سيت غتلقاو الا بغيتو الزيت بوحدو بثمن، غادي نوريه لكم في لو سيت، وكتاخذوا معاه قريعه اخرى كادو من عند الناس ديال هاد الشركه، وكذلك الكريم ديال الليل الا بغيتي عندك بغيتي تحيدي لي طاش غير بغيتي غير تحيدي غير لي طاش، ولكن كنفضل انكم تاخذوهم بجوج مع بعضياتهم لانه هادو غيفيدكم في الصباح في الليل وهذا غيفيدكم في الصباح. دونك غتلقاو كل حاجه بوحدها، وانا متاكده ان لي بري غيعجبكم بزاف بزاف. بالصحه والراحه، دخلوا معايا دابا للموقع. ولا عرفتي شنو غنقول لكم الاثمنه، تخيلوا هاد الباك كامل بثلاثه بهم ديال الشعر وديال الوجه قبل كان ب 850 درهم، الان غير 329 درهم فقط. تخيلوا هذوك ثلاثة يعني ديال الشعر تريتمون ديال الشعر وديال الوجه 329 درهم فقط، زائد ليفغيزون غراتويت غي فابور غتوصلكم حتى لباب الدار. الا بغيتو غير الزيت بوحدو كتعطاكم قرعه اخرى فري يعني فابور كان ب 600 درهم دابا غير 279 درهم. علاش كنقول لكم استافدوا من هذا العرض؟ والا بغيتو غير كريم دو جور و كريم دو نوي بوحديتهم، يعني ما بغيتوش الزيت ديال الشعر بغيتو تعتنيو الوجه ديالكم، بالرغم انه كان انسيستي انكم هذا وهذا في نفس الوقت، دقيقه ما غتاخذش منكم يعني باش يكون الوجه ديالكم زوين وشعركم زوين. مي بون الا بغيتو غير الزيت بوحدو كان ب 600 درهم، تخيلوا دابا غير 279 درهم. شوفوا الباك بثلاثه راه ثمن واعر، كان 850 درهم دابا غير 329 درهم، باك كامل شعر وجه. بالصحة والراحة. البنات بعد يوم طويل طبعا عندي تسجيلات في الاستوديو، رجعت وغسلت لابو ديالي بالغسول المفضل ديالي، والان على بشره نظيفه غادي ندير الكريم ديالي ديال الليل. فوالا
كل شيء حتى لسير. هانو حتى لسير ديالكم. درتو في لابو كاملة كاملة اوكي. ودابا نمشي ندير تودو. Good night. الو انا دخلت الموقع دابا. شوفوا كاينين المميزات ديال كل برودوي سواء برودوي الليل وكذلك ديال النهار والزيت وكذلك كاين العرض اللي قلت لكم ناقص 60% في الباك كامل. المتابعات ديالي كانت 850 درهم دابا غير 320 درهم. بالنسبه للكريمات بجوجهم الا بغيتو تاخذوهم كاين باك يعني ناقص 50% كان ب 600 درهم دابا غير 279 درهم. وكاين الزيت كتاخذوا قرعه كيعطيكم وحده زايده كان ب 600 درهم دابا 50% ديسكاونت غير ب 279 درهم. كتنزلوا كديروا منين مدينه نتوما الاسم النسب رقم الهاتف والعنوان ديالكم اطلب الان وكديروا الطلبيه ديالكم ليفريزون غراتويت وبالصحه والراحه.